وجه الأرض يكتفي سطر الخريف كلمة وتغني عن كتاب والبخور يطفي على الدنيا عطر فوق وجه الأرض يكتب في سطر الخريف كلمة وتغني عن كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة أينما كنتم دائما بكل الخير. يعزف المطر مشاهدينا الكرام فتفرح القلوب، والبخور واللبان أيضا يضفي أجواء جميلة جدا على هذه المنطقة من عمان، حيث ما زلنا نواكب معكم أيها الأحبة مشاهدينا الكرام في كل مكان موسم الخريف الجميل هنا في محافظة ظفار من سلطنة عمان. معكم مباشرة على الهواء من استوديو التلفزيون في جبل إتين، هذه أجمل وأرق تحية لكم مشاهدينا أينما كنتم الأحبة جميعا الذين يحرصون دائما على متابعتنا وعلى مشاهدة فقرات برنامجنا. نتمنى لكم معنا اليوم متابعة طيبة شيقة وممتعة، صور كثيرة وأماكن كثيرة أيضا سيكون لنا زيارة إليها، بالإضافة إلى ما نقدمه دائما في برنامجنا مشاهدينا الكرام من معلومات عن هذه المنطقة الجميلة من عمان بكل ما تحويه من تفاصيل رائعة للجمال على مستوى البيئة والتاريخ والتراث والإنسان من العادات والتقاليد وتفاصيل الحياة اليومية الكثيرة. أجمل وأرق تحية لكم أيها الأحبة وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم من صلالة. إن كنت بالفعل مضايق ومتنكد
يسافر صوابه. كيف لا تفرح القلوب مشاهدينا الكرام ونحن في هذه الأجواء الساحرة، هذه الأجواء الجميلة بفضل الله عز وجل. يوم بعد آخر كثافة الضباب تزداد وكمية الأمطار أيضا تزداد، هي متواصلة على فكرة، وإن كانت خفيفة أو متوسطة أحيانا لكنها دائما متواصلة بفضل الله عز وجل على مناطق الجبل والسهل في المنطقة التي تتأثر بالرياح الموسمية هنا في محافظة ظفار. تحية حب وشكر وتقدير للشركة العمانية للاتصالات عمان تل على إهدائها لنا العمل المميز الذي شاهدناه قبل قليل، شيلة عن صلالة، وشكر موصول أيضا للشاعر الجميل الشاعر المبدع دائما سهيل بلحاف على كلمات هذه الشيلة، بثيناها لأول مرة لمشاهدينا الكرام عبر برنامجنا من صلالة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا يتواصل بث هذه الشيلة بكلماتها الجميلة المعبرة وأيضا المناظر الحلوة التي صاحبتها من خلال المونتاج والإخراج. شكر موصول أيضا للأخوان اللي قدموا لنا أغنية للقلوب فرحة اللي سمعتوها معنا أكثر من مرة، أتمنى أيضا إن شاء الله لهم كل التوفيق، دكتور مسلم بن محسن سبحان المسهلي، طبعا كلمات هذه الأغنية، اللحن والغناء للفنان المميز الفنان الجميل أيمن الناصر. ما زلنا في الشكر، إذن سريعا هكذا أيضا نتقدم بالشكر حبايبنا الكرام قبل لا ندخل في فقرات البرنامج وننسى مشاريع العوادي للهدايا والعطور، قدموا لنا أيضا اليوم مجموعة من الهدايا لنزين بها هذا المكان المزدان والجميل. أيضا الأخ حسن العوادي وشكرا جزيلا لهم، طبعا موقعهم في المنطقة التجارية في صلالة، يعني وعندهم أيضا مجموعة منوعة من الهدايا ومن التشكيلات المختلفة، إيفنتس أيضا لزهور وطبيعية مثل ما شايفين معنا هنا في الاستوديو، أيضا عندهم شوكولا ومسكات وهدايا للأعراس، هدايا للمواليد وتغليف الهدايا وجلسات خارجية وكوش وزفات تزيين للقاعات، موقعهم طبعا خلف نادي الاتحاد في صلالة الجديدة. مشاهدينا الكرام إذن ما زلنا معكم في حلقة اليوم، مجموعة من الأماكن كما وعدناكم سنزورها، أول أماكن طبعا زميلنا محمد السليمي موجود اليوم عندنا، راح يكون موجود هنا عندنا في الاستوديو في الزاوية الأخرى مع مجموعة من الأخوة الذين يعبرون ويمثلون عن البيئة البحرية هنا في محافظة ظفار خاصة في مدينة صلالة. لكن قبل هذا سنذهب إلى أرزات، ومن أرزات هذه المنطقة الجميلة بالعين الموجودة فيها بكل ما فيها من جماليات سواء كان من عمل الإنسان أو طبيعية، مع زميلنا سالم بن بخيت العامري. مساء الخير يا سالم، وصف لنا الأجواء عندك. مساء النور غامر، وتحية لك وتحية لكل المشاهدين الكرام. طبعا عامر قطار البرنامج اختار زاوية اخرى من زوايا الجمال في محافظة ظفار وهي عين أرزات. تعتبر عين أرزات عامر من اهم العيون المائية في محافظة ظفار، حيث تشتهر بجريان عينها أو عيونها، لأنه عين أرزات يوجد بها مجموعة من العيون التي تشكل حقيقة صورة بانورامية رائعة، حيث تخرج هذه العيون من باطن الأرض وتنساب في هذا الوادي الجميل. عين أرزات أيضا تشتهر عامر بالكهوف الجميلة والرائعة،
وهناك أيضا جهود ملموسة في هذا المكان، كون المكان يستقطب العديد من الزوار وأيضا أبناء المحافظة على امتداد العام بشكل عام، حيث توجد طبعا حديقة مسقرة رائعة، هناك أشجار طبيعية وهناك أشجار شجرت لتجمل حقيقة المكان الرائع. طبعا عين رزات تبعد عن مدينة صلالة حوالي 17 كيلومتر. على الزائر أو اللي حاب أنه يزور هذا المكان الذي نتواجد فيه حاليا، الذهاب إما إلى دوار المعمورة ثم الانعطاف شمالا إلى آخر دوار المتجه إلى منطقة هلسان، ثم الانعطاف من الشارع الرئيسي بمسافة كيلومتر إلى هذا المكان، أو ذهاب من آخر دوار على طريق حمرير، آخر دوار طبعا في السعادة، ثم الانعطاف يمينا للوصول إلى آخر دوار، ثم شمالا ثم الانعطاف إلى هذه العين. العين طبعا مشهورة بجريان عيونها على مدار العام، وأيضا تعتبر من مصادر المياه في المحافظة بشكل عام. عامر طبعا العين تستقطب الزوار على مدار العام، كون العين تشكل حقيقة جمالية رائعة، وأيضا هي مكان أو ملاذ جميل للأسر والأطفال. التقينا بالكثير من الأسر والزائرين لهذا المكان، الكل طبعا مستبشر بهذه الأجواء، والكل أيضا فرح بهذه المناظر الخلابة الرائعة في هذه الزاوية الجميلة. العين طبعا قديما كانت يعني تقام الكثير من المزارع على ضفافها وأيضا على السهل القريب منها، كون العين حقيقة تتدفق بشكل مستمر وبها منسوب كبير من المياه، إلا أنه ربما في السنوات الأخيرة قلت نتيجة إما النمو السكاني المتزايد أو أيضا ملاك الماشية أصبحت أيضا بشكل كبير في المناطق المختلفة المجاورة لهذه العين. نترككم الآن عامر أيضا مع لقطات جميلة ورائعة للمصور المبدع خالد بن عمر. نعم. نغمة الدنا مع الصوت الشديد تطرب السامع تروح ولا تجي، يا عظيم الشان منك نرتجي، تنشر الفرحة على رؤوس الشعاب. شكرا سالم، شكر موصول أكيد لزملاء في النقل الخارجي على هذا الجهد الجميل، زميل المصور المبدع دائما حامد بن أحمد بعمر، أيضا لك كل التحية وشكر. سالم معذور على الهواء أكيد مع جماليات المكان أيضا وروعته. وفي برنامجنا من صلالة أحبائنا الكرام في هذا الاستوديو الجميل الذي نبث منه برنامج من صلالة في حلته الجديدة، وهذا الموقع بعد التعديل والإضافات التي أصبحت فيه الاستوديو ما شاء الله صار واسع، وصار عندنا أيضا إمكانية أنه يكون عندنا ضيوف أو زوايا أخرى داخل الاستوديو. في الزاوية القريبة منا زميلنا محمد بن أحمد سليم المهري يستضيف اليوم مجموعة من الشباب المبدعين ما شاء الله في مجال التراثيات والمعلومات والأغاني والموروثات والأهازيج الشعبية المتعلقة بجانب البيئة البحرية أو الحياة البحرية في مدينة صلالة من محافظة الظفار. إليك يا محمد.
تسلم عامر، هكذا تحية مسائية معطرة بأجواء الرذاذ، أجواء الضباب الممزوجة بالتراث العماني على اختلاف أنواعه. موسم الخريف ليس هو فقط موسم الاستمتاع بالطبيعة والأجواء الطبيعية، إنما هو أيضا موسم أيضا الاحتفاء بالتراث العماني، سواء كان تراث محافظة ظفار أو أيضا تراث محافظات السلطنة الأخرى. طبعا من خلال مهرجان صلالة السياحي هناك الكثير من الزوايا والكثير من الأماكن التي تسطر وتجسد جوانب مختلفة من التراث العماني، سواء على مستوى البيئات على اختلاف أنواعها أو أيضا على مستوى طبعا الحرف والفنون وأيضا مكونات التراث العماني الأخرى. إحنا الآن من خلال هذه الزاوية كما ذكر أخي عامر راح تكون لنا وقفة مع جوانب متنوعة طبعا من التراث العماني، سواء بيئات بحرية أو غيرها. اليوم إحنا معنا البيئة البحرية، وهي بيئة طبعا من البيئات التي الموجودة في محافظة ظفار، بالإضافة إلى البيئات الصحراوية وأيضا البيئات الريفية. من خلال هذه البيئة راح نعمل كذا دردشة بسيطة مع مبروك بن سعيد بن ناصر البراكة، راح نتعرف على بعض مكونات العمل في البيئة البحرية. مبروك، بس لو نتكلم الحين بس تحديدا، أول شيء نرحب فيك في برنامج من صلالة، وإحنا برنامجنا ترى بالإضافة إلى الطبيعة نحاول أن نركز على جوانب مختلفة من التراث. نرحب فيك، ولو تعطينا بس فكرة إيش الأشياء اللي قاعدين تسووها أنتوا الحين حتى المشاهد يأخذ فكرة هكذا مختصرة سريعة. هذا المشاهد العمل اللي بنشتغله الحين هذا في وقت الصرب، في وقت الصرب نسوي هذا، يقول له دروب مشان نرتب. لا تسووا في وقت الصرب ولا وقت الخريف؟ الخريف، في الخريف. أنا غلط، الخريف يعني لما يغلق البحر، لما يغلق البحر نشتغل هذا، يعني لما يغلق البحر لما يرتفع مستوى الموج، موج البحر يعني. نشتغل هذا ثلاثة شهور نسوي دروب. الجماعة اللي شغالين بيشتغلوا في الضاغية كلهم يشتغلون دروب حتى يفتح البحر شهر تسعة، عاد يجمعون الدروب هذينك ويقابون بهن للمكان اللي هم يريدونه ويساوون يجمعونه يسوونه قريف، يستوي قريف. عندما خلص القريف بعدين ينزلون للساحل، ينزلون للساحل. طبعا القريف هو المقصود به الشباك الكبيرة، الكبيرة اللي يتم استيلاء بها العمى اللي هو السردين، اللي فيه السردين. عندما خلص جهز يروح على السيف على البحر، يروح على البحر منشان يسوون سيفة يسمونها سيف، لازم تكون ثنتين سيف منشان القريف تبع القريف. زمان كانت طبعا اكيد الطرق كانت صعبه بحكم انه المواد ما كانت موجوده، والان شيء مختلف. كيف تشوف المفارقه؟ يعني احنا طبعا في كثير من الاجيال ما يعرفون الناس كيف كانت تشتغل اول، يعني كيف كانت الناس تشتغل اول، كيف كانت تسوي هذا الجريف؟ والله كان القريف اول اشتغلوا الناس عمل، معناه شغل شاق وشغل تعب، ماشي ماشي مستورد على حسب ما تشوفونها الحين. ثلاثة شهور ونحن نشتغل هذا العمل، هذا اللي يسمونه الدروب، حتى يخلص ثلاثة شهور يفتح البحر ويجهزون الجماعة اللي بيشتغلون في الضاغية كلهم كل واحد معه كمية من الدروب هذا. هذا كل خلص معنا لفتح البحر يخبرون الربان، يخبر الجماعة ان احنا بنجمع القريف بنسوي يسمونه الكادة، عندي بيجمعونه يسمونه الكادة، احنا بنكد القريف، يروح للمكان المختص اللي هون يريدون يشتغلون فيه يقدمون يشتغلون القريف هذا كم من يوم حتى يخلص. طيب أثناء عمل القريف أنا أعرف أنه عندكم لوحات خاصة المعروفة باسم الوشاعة، إحنا بس حتى أيضا ما نطول على المشاهدين، أن الناس ترى تنتظر تسمع شيء من الـ من الـ من الألحان الجميلة اللي طبعا تتزامن مع فن الوشاعة. وأنا أعرف أنكم محضرين أغنية، عجبني عنوانها صراحة، يعني أغنية عنوانها مهرجان الخريف في بلادي ملتقى للوفاء والمحبين، مش ملتقى للوفاء والمحبين. يلا نسمعها، نسمع معكم. Danny, yeah, Danny.
تحل الوفا والمحبه ربي الله حافظها بلادي من جميع الحاسد والمعاني للعهد رافع المعالي دار ابو رصاص بالسلاطين أن هكذا هذه كانت لمحة سريعة وقفة سريعة مع هذا الفن فن الوشاعة يعني كلمات كثير رائعة وأيضا لحن تراثي جميل يعني فقراتنا متواصلة وتواصلنا معكم سواء من هذا الموقع أو أيضا طبعا من خلال الاستوديو مع الزميل عامر مستمرة طبعا فاصل ونواصل بقية فقرات البرنامج هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة امنح نفسك شغف التجربة فهنا حكاية الجمال لا تنتهي مهرجان صلال السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس عمان المحبة والوئام حياكم الله مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم دائما اكيد في متابعتكم لبرنامجكم من صلاله قبل قليل طبعا كانت البيئه البحريه فن الوشاعه والاغاني التراثيه الجميله التي دائما ما تصاحب مثل هذه الاعمال اليوميه في حياه الناس طبعا يستعينون بهذه الاغاني وبهذه الالحان
لتساعدهم على قضاء وقت ممتع أثناء العمل طبعا، لأنه هذا العمل أحيانا يكون يمتد لفترات طويلة. في برنامج من صلالة كما شاهدتم معنا أيضا قبل قليل هذه المناظر الجميلة حوالين الاستوديو وهذه المنطقة التي تعتبر نموذج لمناطق الجبل الآن عموما في محافظة ظفار خلال هذه الفترة مع تواصل الأمطار بفضل الله عز وجل، وهذا اللون الأخضر الجميل وهذا الضباب الذي يداعب الوجوه مغلف أيضا برذاذ جميل جدا، يعني يستمتع الزائر دائما بالتواجد في هذه المناطق. فقرة دقائق مشاهدين الكرام واحدة من الفقرات الجديدة في برنامجنا، وطبعا كما قلنا وذكرنا لكم أيضا في الحلقات الأولى من البرنامج بأن هذه الفقرة تصور عن طريق كاميرا الهاتف المحمول. وطبعا اليوم الفقرة سوف تتناول موضوع مهم وهو كيف يمكننا أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي في المحافظة على المواقع وعلى الخدمات السياحية التي تقدم للسائح بحيث يكون الخريف مسؤولية الجميع، وجميل أن نتحلى جميعا بالمسؤولية للحفاظ على ما هو موجود، فكما يقال دائما بالشكر تدوم النعم. بعد عرض هذه الفقرة سوف يكون معنا هنا في الاستوديو، هو معنا الآن ولكن سيكون معنا الحوار إن شاء الله مع الشاب المبدع الجميل عامر بن مسلم الرواس. نتابع إذن فقرة دقائق. أرض الحب كيف والشراح وفي صلالة العز خريف صلالة مسؤوليتك، ومسؤوليتك ابتداءها بابتسامة. صباح الابتسامة على عمان وقائدها المفدى وشعبها الأبي وزوارها الكرام. الأماكن والمرافق العامة هي حق للجميع، ولكن الحفاظ عليها هو واجب وطني. خريف صلالة مسؤوليتك، حبكم للطبيعة يكون بالحفاظ عليها وليس بالعبث فيها. خريف صلالة مسؤوليتك. عدم إطالة صوت المذيع يمنح السكينة والاستمتاع بالأجواء الخريفية. خريف صلالة مسؤوليتك. رمي المخلفات في الأماكن الغير مخصصة لها هي عادة غير حضارية. خريف صلالة مسؤوليتك. لنكن أكثر وعيا من خطورة السباحة على شواطئ محافظة ظفار في فصل الخريف. خريف صلالة مسؤوليتك. متابعي الغالي، التفحيط على المسطحات الخضراء سبب لدمارها وعدم نموها مجددا. خريف صلالة مسؤوليتك. الحفاظ على ممتلكات الدولة واجب على كل فرد. خريف صلالة مسؤوليتك. في التأندي السلامة وفي العقل الندامة، تمهل وانتبه، حياتك أمانة. خريف صلالة مسؤوليتك. الكرام،
العصفور يطفي على الدنيا عطر فوق وجه الأرض يكتب في سطر الخريف كلمة وتغني عن كتاب. هي دقائق وما أجملها من دقائق بركت هذه الجهود، برك هؤلاء الشباب الذين يبذلون كثير من الجهد والوقت أيضا لتوعية الناس، توعية الزوار وإيصال هذه المعلومات الهامة لكل من يتابعونهم طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه جهود جدا جميلة، تحية لجميع هؤلاء الشباب أكيد، والخريف مسؤولية الجميع بالفعل لتظل هذه النعم دائما موجودة. نذكركم مشاهدين الكرام أرقام الطوارئ كما ترد إلينا دائما من الأخوة في الهيئة العامة للدفاع المدني، شرطة عمان السلطانية أيضا لهم كل التحية والحب والتقدير. هذه الأرقام يعني نبثها تباعا هكذا يوم بعد آخر، نذكر فيها بشكل يومي لمن يحتاج إليها لا سمح الله في أي حالة، سواء كان له أو لغيره. هذه إذن أرقام طوارئ للتواصل عليها كما تشاهدونها. بالنسبة لبرامج التواصل الاجتماعي وطبعا المواقع المختلفة التي أيضا سنعلنها في برنامجنا دائما لمن يحب أن يتواصل معنا ويشارك، موقع حلقات البرنامج tv.om/minsalala MNSALALAH، وبالنسبة للإنستغرام برنامجنا من صلالة فقط من صلالة MNSALALAH، على الإنستغرام الوصم اللي هو الهاشتاج من أندرسكور صلالة، وسيلفي أندرسكور من صلالة كما تشاهدون معنا، وعلى تويتر هاشتاج من أندرسكور صلالة. أتمنى للجميع إن شاء الله متابعة طيبة وشيقة وممتعة لكل فقرات برنامجنا. نرحب معكم أيها الأحبة في استوديو من صلالة بالشاب الجميل الشاب المبدع عامر بن مسلم الرواس. عامر مساء الخير، أهلا ومرحبا بك. فكرة جميلة جدا، فكرة دقائق، وأنت حاليا تدرس تخصص إعلام تفاعلي، وحابين كذا في البداية نعرف منك الفكرة، كيف جت معك الفكرة وكيف استفدت أيضا من الدراسة ومن التخصص في يعني صياغة هذا الشكل اللي طلعت فيه الفقرة. بالضبط. أولا بداية أستاذ عامر، أنا حاب أذكر عشان نعرف فكرة الدقائق بشكل عام، نحن نريد نعرف أنه في العصور القديمة كنا نسجل، كانوا يسجلوا أجدادنا الأحداث اللي تصير معاهم ويومياتهم في كتب، وهذه الكتب كانت كنز بيتناقلوا جيل بعد جيل، نعرف من خلاله ثقافات وتقاليد وهذه الأشياء كلها. صحيح، وإن كانت حتى بالنسبة لهم في فترة من الفترات هي مجرد يوميات عادية. بالضبط. لكن فيما بعد أصبحت تاريخ. أصبحت تاريخ وأصبحت نعم. كنز نعرف حتى العادات اللي كانوا يستعملوها، الحروب، العلاقات الإنسانية اللي كانت موجودة. نعم. لما تطور الإنترنت وصار في إنترنت تطور هذا الكتب اللي نحب نشوفها إلى حاجة اسمها مدونات إلكترونية. نعم. فصار الشخص بدل ما يكتبها في كتب كان ينزلها على الانترنت، وصار في مجال انه الشخص يتواصل مع هذا الشخص اللي يكتب ويكتب له تعليقات ويكتب فكرته او اذا هو يوافق الراي ولا شيء. نعم. بعدين في فتره اصبح عندنا احنا الفيديو شيء يعني شيء بسيط جدا، فانا ممكن اشاركك فيديو وانا في اخر الدنيا في ثواني يوصل لك الفيديو. صحيح. فلما صار الفيديو بهذا هذا ما يسمى بالنيو ميديا والميديا الجديد. بالضبط. أيوة. نعم. صار في شيء مصطلح جديد يعني وصل من امريكا اسمه فلوجز. نعم. جاي من فيو بلوج، من المدونه والفيديو نفس نعم. الشيء. نعم. اللي هي بالعربي مدونات، مدونات الكترونيه مرئيه، مرئيه ومصوره. نعم. بالضبط. نعم. فهذه فكره الدقائق كلها كامله، هي عباره عن يوميات. نعم. بقدمها انا بصور مثلا اذا رحت مكان، زرت مكان جديد او فعاليه او ايفنت بنحضره في خريف صلاله، نصوره نعمل له مونتاج. وغير عن كذا ايضا ممكن يعني فكره لتوعيه معينه. بالضبط. يعني ايصال افكار معينه. بالضبط. اهداف حفاظ على بيئه، أهداف مثلا. بالضبط. توعية أو تطوع في مجالات من العمل. أيوه. الإنساني وهكذا يعني. بإذن الله. ونحن في كل حلقة من الحلقات بنحاول أنه في آخر حلقة يكون في رسالة موجودة مثل ما شفنا اليوم مع نجوم سناب شات. طيب. بالنسبة للحملة اللي موجودة هذه اللي هي الخريف، خريف صلالة مسؤوليتك، خريف صلالة مسؤوليتك، فكرتها أيضا وإيش ناويين يعني تعملوا فيها أيضا؟ الحقيقة إحنا كنا نريد نوضح أهمية السوشيال ميديا بشكل عام في صلالة. حلو. وشباب السوشيال ميديا في صلالة بالذات، الشباب المتواصلين مع لهم جمهور في السناب شات لهم فعلا قوة خارقة في لما نقول السوشيال ميديا. طبعا التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي. نعم. بشكل عام والسناب شات بشكل خاص. نعم. فأنا حبينا في نعمل تدشين في الحلقة الثانية من دقائق، نعمل تدشين لحملة، حملة خريف صلالة مسؤوليتك، نركز فيها على السلوكيات الخاطئة اللي ممكن الواحد يقدمها في الخريف،
انه ينبهوا فيها وفي ومن خلال الحرقه حصلنا كان التدشين. كيف التفاعل؟ حقيقة انا شفت اللي انت حاط البار انت حاطين بس مثال مثال واحد اللي ما شاء الله، يعني مثال شخص واحد من التفاعل الواصل قارب شيء 30,000 في ساعات محدده. ولكن التفاعل كان جيد، وحاب اشكر شباب السوشيال ميديا بشكل عام، شباب سناب شات، لانهم تفاعلوا مع الموضوع بشكل كبير. ممكن اذكر اسمائهم؟ طبعا طبعا اكيد اكيد نريد بحكام، لان احنا بنقدم لهم كل التحيه والمحبه. بالضبط، حكام الرواس، علي المرهون، ياسر المنهالي، احمد عامر قيد، محمد وحسين حردان، عمار العقيلي، ماهر سليمي. ماهر سليمي بالضبط، نعم. المجموعه كلهم. جميل جدا. طريقه التصوير عامر بالهاتف، الهاتف المحمول بالهاتف، ايوه بهذا الهاتف. على فكره ممكن يعني تستخدم الهاتف تصور اذا بالضبط عشان على اساس انه ايضا توثقها. التقنيه اللي استخدمها في الهاتف وبرامج معينه واحنا شايفين لقطات لطريقه التصوير بالضبط. ايوه هذه لقطات من الحلقه الاولى وبعضها من حلقات جايه في، يعني اكثر المقبلة. من مكان انت تخلي فيه الهاتف وحوامل متعدده. والحقيقه انه احنا الهاتف الذكي الحين في اهم شيء اربع انماط انت تريد تصورهم، في النمط البطيء سلو موشن، وفي النمط السريع التايم لابس بشكل عام، وفي الريزولوشن العالي الدقه العاليه 4K. هذه الاشياء موجودين في الهاتف الذكي، معظم الهواتف الذكيه موجوده فيها، الهاتف الذكيه الجديده. نحن الشيء اللي مضايفينه عشان نستعمله في حتى يكون نستعمله اكثر في هذه اكسسوارز معينه، مثلا تعرف الحامل. نعم. اكسسوارات اضافيه. ايوه. نعم. تعرف الحامل اللي نستعمله في التليفون في السياره؟ نعم. نحب نستعمله بدل ما نستعمله في التليفون نستعمله مثلا في الطائره في المشاهد الجويه حتى يكون فيها. أيوة. ثبات معين. أيوة. في هذا الترايبود اللي بيستعملونه لتثبيت الكاميرا الحين صار. نعم. أيوة الحامل الكاميرا صار فيه للتليفون بنستعمله. طيب السيلفي ستيك اللي موجودين عشان نصور زوايا عصا سيلفي. أيوة. وزوايا معينه واماكن احيانا ربما حتى المصورين المتخصصين كانوا يواجهون فيها مشكله كبيره في التصوير، خاصه في الافلام الوثائقيه المتعلقه ب. طيب جميل، انا استغل الوقت عامر لانه ايضا احنا عندنا فقرات كثيره. فكره الفقرات القادمه او الاشياء اللي ناوي انك ايضا تركز عليها ان شاء الله في الفقرات القادمه. لا احنا حقيقه نحب نصور تزامنا مع عرض البرنامج. حلو. ولكن في حلقات باذن الله الجايه بتكون في اماكن مختلفه، بنركز فيها اكثر على اماكن مختلفه في صلاله. في رسائل باذن الله بتكون في كل حلقه، عن بنشوف عندنا مرباط، عندنا مزارع صلالة، عندنا قوة كلمة شكرا، عندنا مجموعة أشياء بإذن الله جاية في الأيام الجاية. رائع جدا، إذا متوقع إن شاء الله. كانت يعني الفكرة على اليوتيوب والآن أصبحت في التلفزيون بشكل يعني قوي وحضور كبير، متوقع النجاح لهذه الفقرة؟ إلى الآن يعني حسب تقريبا عرضنا فقرتين او ثلاث. اول حلقه انعرضت اول يوم من. نعم. عرض البرنامج، لكن الحمد لله الفيوز قويه في اليوتيوب، حوالي الى 17,000 وشويه اليوم. جميل. جميل. على الفقره، فباذن الله النجاح بيكون اكبر. رائع، نتمنى لك كل التوفيق عامر، وتحيه اكيد شكر موصول لجميع الشباب اللي كانوا عندك في الحمله. أكيد. لهم كل التحيه والمحبه، وشكرا لك مره اخرى طبعا على هذه الاضافه لبرنامجنا هذا العام، وشكر موصول ايضا لكل الفولورز اللي عندك. كل المتابعين لهم كل التحيه. شكرا استاذ عامر، وشكرا على الاستضافه. شكرا لك حبايبنا الكرام من صلاله، وما زلنا متواصلين معكم باذن الله. بدءا من الأشياء التي تبدو صغيرة تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حثيثة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مصر، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. لأن محتفظ بأصالة الماضي
والطبيعة ونقائها المصدر الأساسي. وطبعاً لأني بهتم بصحة أسرتي، لكل هذه الأسباب أنا ما أستخدم إلا طحين رحى. منتجات شركة مطاحن صلالة لحياة أكثر صحة، مع تحيات شركة مطاحن صلالة. الأشياء التي تبدو صغيرة تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حديثة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. عدنا لكم مشاهدينا وبقية فقرات برنامج من صلالة. كل الشكر للشاب المبدع عامر الرواس اللي كان في الحوار قبل الوقفة الإعلانية، واللي راح يتواصل معنا بشكل دائم لتقديم فقرة الدقائق. وهذه طبعا واحدة من أهداف هذا البرنامج، وهو إظهار مواهب الشباب العماني في مجالات مختلفة، وأيضا طبعا من هالمجالات الإعلامية. متواصلين معكم من هذه الزاوية، زاوية التراث والفنون أيضا الشعبية العمانية. مبروكة، تعد معكم شيء ولا خلصتوا؟ عاد معكم بتقدموا لنا شيء ولا خلاص؟ نقدم لكم معكم الأواقد. زين، حتى المغرب، حتى الصباح مرة، حتى الصباح جاهزين مرة. جاهزين. الله يعطيك الصحة والعافية. أنتوا طبعا لكم موقع في 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 مركز البلدية الترفيهي في المهرجان. كلموني عن مكانكم في المهرجان وإيش الأشياء اللي تقدموها للزوار. والله احنا هناك في المهرجان عندنا معنا الشبكات، وعندنا القريف، وعندنا ما السمك، الشبك مال سمك القرش، عندنا شبكات مال السمك الثاني وقريف. وشي سمك القرش ولا ماشي؟ لا، سمك القرش بعض الاحيان اللي يلقى ارمي له الشبك، ارمي له الشبك. ويقولنا ناس من الخليج يسالونا عن اهلكم ايش يشتغلوا وايش يسووا هذا، ونخبرهم بالعمل، ويكون في تصوير يصوروكم. في تصوير، نعم في تصوير، يخبرونا يسالونا ونخبرهم باهلنا اللي يشتغلوا، ويكون معنا العمل مال اهلنا واجدادنا. زين، الحين ايش بنسمع احنا؟ احنا بغينا الان نسمع، قبل ما نسمع اول بس تعرفونا ايش اللوحه اللي بتقدموها الحين.
أنا عرفت أنه عنوانها يعيش قابوس يحجب الله على السلطة. على السلطة. على السلطان. طبعا هي أغنية في صاحب الجلالة حفظه الله. الله يحفظه. ورعاه. طبعا هي طبعا تكون مصاحبة دائما للوشاعة. للوشاعة. نسمع معكم هذه الأغنية وهذه اللوحة البحرية. يلا نسمعها. تفضلوا. داني داني يا داني يا دانا. داني 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 يا داني يا دان. يعيش قابوس يحجب الله على سلطان. الصحة والعافية وجزاكم الله خير ومشكورين على هذه اللوحات الجميلة. بصراحة أنا كذا يعني حسيت نفسي كأني بدخل في واحدة من الشباك. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعطيك إن شاء الله. ونحب أيضا نذكر مشاهدينا اللي حاب يستمتع بمثل هذه اللوحات ممكن يأتي إلى مركز البلدية الترفيهي من الساعة 5 تقريبا إلى الساعة 10 وحتى إلى الساعة 11 ويستمتع أيضا بالعديد من اللوحات سواء لوحات البيئة البحرية أو أيضا لوحات طبعا البيئات الأخرى التي تقدم هناك في مركز البلدية. احنا وقفتنا مع طبعا البيئة البحرية انتهت، لكن ما تبقى من وقت برنامج من صلالة مع الزميل عامر العمري. اليك ابو سعيد، ما تبقى من وقت برنامج من صلالة. شكرا محمد، شكر موصول اكيد للاخوة طبعا اللي قدموا لنا هذه اللوحات الجميلة وهذه العادة الرائعة ايضا من العادات والتراث والموروث الموجود هنا في محافظة ظفار في سلطنة عمان.
مشاهدينا الكرام، شجرة النارجيل واحدة من الرموز ومن الأشجار الجميلة أيضا موجودة هنا في السهل الساحلي لمدينة صلالة وبعض المناطق الأخرى كطاقة وغيرها من المناطق في ظفار. هذه الشجرة هي مثمرة على مدار العام، وهي أيضا شجرة جميلة المنظر، تعانق مناظر هذه الأشجار أحيانا مع البحر، وفي أحيان أخرى أيضا في الأماكن والمزارع المختلفة على جوانب الطريق. زميلنا أحمد بن محمد المعمري يأخذنا في هذه الجولة بين أشجار النارجيل في مدينة صلالة. في هذا التقرير سنأخذكم في جولة سريعة للتعرف على الطرق الداخلية لمدينة صلالة التي تحفها أشجار النارجيل على جانبيها. متعة التجول خلال فصل الخريف تجدها هنا. تستمر جولتنا في طريقنا بين أشجار الموز والنارجيل، ترافقنا حبات الرذاذ المتساقطة وهي تداعب أوراق الأشجار في مشهد بديع يعكس جمالية هذه المدينة. هي جنة الدنيا مروم الأثرية، وروحي غرامية ورجالها حية، ما تشتكي عيا وفي اليد جنبية. يمر هذا الطريق بعدد من المحلات والأكشاك التي تزود الزائرين بشراب المشل اللذيذ وفواكه أخرى كالموز والفيفاي والمانجو والنارجيل. أحمد بن محمد المعمري من مدينة صلالة. في صلالة ملتقانا في ربوع المهرجان، الأماسي والمناشط والفرح عم المكان، دايم البسمة تلاقي في وجوه الزايرين. شكرا مشاهدينا الكرام لجميع الزملاء الذين شاركوا معنا في تقديم حلقة اليوم، أكيد محمد سليمي، سالم العامري، وأيضا محمد أو أحمد المعمري. أكيد شكرا جزيلا للجميع، شكر موصول أكيد الأخوان اللي شاركونا أيضا من البيئة البحرية في مهرجان صلالة السياحي، موجودين بشكل دائم هناك في البيئة البحرية في مركز البلدية الترفيهي. إيفنتس للزهور الطبيعية والشوكولا، شكرا جزيلا لكم، وشكرا أيضا لمشاريع العوادي للهدايا والعطور. حسن العوادي شكرا جزيلا، هذه أجمل وأرق تحية من جميع الزملاء في برنامج من صلالة، والذي يأتيكم دائما على الهواء مباشرة من هنا من استوديو التلفزيون في جبل إتين، ونتابع من خلاله يوميا فقرات مختلفة تعبر وتقدم لكم فكرة عن الخريف في ظفار في هذا الموسم الجميل من كل عام. شكرا لكم أيها الأحبة، وهذه أجمل وأرق تحية مني عامر العمري، وإلى اللقاء.
صخور يطفي على الدنيا عطر فوق وجه الأرض يكتب في سطر الخريف كلمة وتغني عن كتاب والبخور يطفي على الدنيا عطر فوق وجه الأرض يكتب. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة، مع تحيات شركة مطاحن صلالة.